شفت فين مشاها عم احمد. بيا توت يا ربي انا احمد قاسمي زيد 16 جويي من 1946 يعني سنه 76 سنه. هنا في مزرعه غانم محمد بودواو. انا غاسين داليا، انا غاسو مشماش، انا غاسو هذا اللي كان شنو وين نخدموا داليا وعندنا المشماش في التراب تاعنا. كيف كان انا دار فرومبور ديالو نخدموا هنايا جابوا لي واحد. اه انا خدمت عندي في 4 سنين نخدم هكذا. فقاوي يعني يقنطر في العام ماشي يعني قاعد بصح ساعدنا انا غير ناكلوا برك مع الفاميليا ومنا ومن هنا. ومليح زرب هو يحب يدوموندي الماء يحب الماء. المشكل هذا يسمى قادر قادر له عندي هذا البير تاع الماء هو بير هنايا استعملوا سما قادر يسقي هذا يسقي الباصه هذه هاشف عندي البير هذا كان مشي البير ماشي نستعملها البير هذا نستعملها هكذا هذاك جابوا لي قلت من امريكا نخدمها الجزائر ماشي هنا ماشي كذا ملقمين ولا ما هذيك ما نقدرش نكذب عليك شويه كبيره هذا كبير تقول لك قال ما وقال شويه لانجلي على بالك على يجي فورم كيما هكذا طور وكان اللي قال الاخر طورها كان اللي قال بها نطور ولا نطور عندي الارض نطور هذا عندنا ندير هذه مش واش تحب 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 انا ما بحب لا شغل بيريات بدل تمشي باسكو يمشي هو على بالك شوف هاي من هي وين حكاتي تمشي 10 مترات تمشي تمشي ف تبقى نقال ماذا بينا نبيعوا ولا نخدموا هي هاك فيه مليح كل مليح كاع مليح كل حاجه مليح الشريان مليح التكماش عاود قال ما تقدر في الفيسبوك قال كذا من الصباح مليح هذا البروستات كيما يحضروا كيما يقولوا هما في البروستات هما يقولوا هما الطب يقولوا ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش